مرحبا، تحياتي لكم. شو هي الفياجرا اللي بيستخدمها الفلاحين اللي بيخرجوا بيشتغلوا 8 ساعات 10 ساعات، جهد بدني قوي، في عندهم عضلات قوية، في عندهم تستوستيرون عالي، في عندهم طاقة لا تستنفد، بيناموا بشكل مريح بدون اي تعب؟ شو هالوصفة السحرية اللي قاعدين بيستخدموها؟ طبعا انا فلاح بالاسم مش بالفعل، يعني ابا عن جد، بس لا اطبق الفلاحة، بس بالاعشاب الطبيعية. اول فياجرا للفلاحين اللي هي وصفة الشكشوكة او البندورة المقلية على النار. طبعا الوصفة هاي بتتكون من عدة مكونات. اول مكون اللي هو زيت الزيتون اللي لازم ينحط على الكلاية، زيت زيتون بكر اصلي، وزيت الزيتون معروف قديش هو محافظ على قوة الشرايين والاوعية الدموية وفيتامين اي ومضادات الاكسدة. بعدين بنحط على زيت الزيتون البصل، اذا كان بصل بلدي احمر بيكون افضل شيء. بتقطع راس بصل بشكل جيد وبنحط على زيت الزيتون اللي يتقلى شوي ويتحمر. عملية تقلية البصل وتحميره شوي، هذا بيفعل الأليسين، بيفعل مضادات الأكسدة، بيفعل فيتامين سي بشكل أفضل. وفي هاي الحالة بنحصل على المواد الفعالة هذه بدون ما تخسر فائدتها بسبب القلي مع زيت الزيتون ومع البندورة. هلا بنحكي على البندورة. والبصل يا سادي هو المحفز الأول للتستوستيرون، لبناء العضلات، مقاوم للبكتيريا، مقوي للدم وجريان الدم، ومعقم ومنقي للدم، وهو البصل أساسي للأمراض الأوردة والشرايين. جهزنا البصل شوية على النار، بعدين بدنا نحط المقاوم الرئيسي اللي هو البندورة. البندورة فيها اللايكوبين، هاي مادة مضادة للأكسدة قوية. واللايكوبين إذا انطبخت مع البندورة المطبوخة صارت صلصة البندورة، في هالحالة بنحصل على أضعاف 10 أضعاف أو أكثر من اللايكوبين، يعني بتزيد كميتها مع الحرارة ومع الطبخ، بعكس فيتامين سي اللي ممكن يخسر من فائدته شوية مع عملية الحرارة. فاللايكوبين هي أساس علاجي لأي واحد بيعاني من البروستاتا، من تضخم غدة البروستاتا اللي هي عامل رئيسي في تحفيز وإنتاج وتركيز التستوستيرون. فالبندورة في هاي الحالة هي عنصر ثالث بتنضاف على الوصفة. الفلاحين شو ممكن يحطوا كمان على هذه الأكلة؟ البيض، البيض البلدي الأصفر اللي بيكون لونه على برتقالي من كثرة فيتامين سي. في عنا كمان في البيض الكوليسترول الجيد، ما هو بدنا احنا كوليسترول جيد عشان نبني الهرمونات هذه ونفعلها زي التستوستيرون، فموجود في البيض. البيض موجود فيه البروتينات القوية اللي بدها تفعل، واللايكوبين كمان موجود في البيض، فهذا كمان حيساعد على تقوية وجهد أكثر. فهي صار عنا المواصفات هذه. طبعا إذا بدنا نزيدها شو بنضيف؟ الثومي كمان مع البصل، 3-4 زرار ثومي، نفس القاعدة. إذا بنحطهم على الزيت وبنحمرهم شوية، هذا بفعل الأليسين وبفعل مضادات الأكسدة وبفعل مصفيات الدورة الدموية ومنشطات النيتريك أوكسيد اللي هو حيعمل تدفق للدورة الدموية أكثر في داخل العضلات ومن بينها العضو الذكري، وحيعمل على قوة في الانتصاب. فهيك الوجبة صارت جاهزة تقريبا. شوية بهارات، كركم، رشة كركم نص ملعقة، فلفل حار نص ملعقة، فلفل جاف يعني أسود، هذا مع الكركم عشان يزيد امتصاص الكركم، وشوية 7 بهارات كلها حديد، كلها نحاس، كلها معادن هذه المفقودة، ماغنيزيوم، منغنيز، كلها موجودة في البهارات. وهيك بتطلع عنا الشكشوكة جاهزة.
طبعا ما حدا بوكل الشكشوكة بدون ما يكون عنده او كلاية البندورة بحدها بصل، كمان بحدها فليفلة، الفليفلة الحارة سواء حمراء او خضراء او اي لون بدكم اياه، هذه حتنشط الدورة الدموية، هذه حتنشط الدوبامين، كل الهرمونات اللي بدكم اياها، التستوستيرون حتتنشط، حتقوي الدم وحتنظف وتعقم الدم من هالمواد الفعالة اللي موجودة في الفلفل الحار او الكيان بيبر او اي شيء. هاي وصفة من الوصفات اللي اي واحد باخذها وبحبها مرتين ثلاثة اسبوعيا. الفلاح الفياجرا تاعته انه يصحى الصبح الساعة 4:30، انه يغتسل في المياه الباردة، مش لانه ما لانه ما في عنده مياه اصلا دافية، فبيغتسل في المياه الباردة. المياه الباردة حتحفز التستوستيرون وحتعطيه طاقة دوبامين من الصبح، وحتنشط الهرمونات وحتعمل على الاسترخاء. المياه الباردة، المياه الباردة بتنشط حالة النشاط مع السعادة، يعني ترفع الدوبامين وبترفع السيروتونين، والدوبامين لما يرتفع بسبب البرودة الدوبامين موصل عصبي يفرز بكميات بسيطة، بيشرب الواحد سيجارة بيفرز كمية بسيطة بتكفي له ربع ساعة نص ساعة، باخذ شغلات تانية عشان يزيد الدوبامين كمان مدتها ربع ساعة نص ساعة، وبعدين بده سيجارة تانية يرد يفرز كمان مرة. بس مع عملية تعرض للبرودة بتضل هالفاعلية 4 لـ8 ساعات إفراز الدوبامين مستمر، وهذا اللي بخلينا نشعر بالراحة وبالانتعاش بعد المياه الباردة. في حدا بيطلع بعد دش مي بارد بتلاقوه مكشر أو زعلان أو غضب أو شاعر في أي توتر؟ مستحيل، وهاي بتدوم وبدون أي أعراض جانبية. الفلاح وصفة الفياجرا لإله هو العمل البدني اللي يستمر لفترة متواصلة، والعمل البدني هذا بتخلله طبعا استراحات، بس بيكون في على عمل بدني مكثف لمدة 5 دقائق، حمل شغلات نقل شغلات، هذا هو الانترميتنت اكسرسايز او التمارين المتقطعة، اني ابذل جهد اقوى جهد بقدر عليه اقوم بانجاز المهمة بـ4 أو 5 دقائق، اوصل حالي لمرحلة التعب التام. في هاي الحالة انا بحقق في الـ5 دقائق هذه فائدة، زي ما اعمل التمارين او امشي بشكل مريح لمدة نص ساعة او 45 دقيقة. فهذه شيء مختصر انتنسيف قوي، في زيادة التستوستيرون، زيادة الدوبامين، افراز الطاقة وحرك، هذه كلها العمليات بتزيد سرعة الحركة. ولا منين بدنا نجيب هالطاقة؟ بنجيبها من سرعة التمثيل الغذائي للكوليسترول وللسكر اللي موجود في داخل جسمنا اوريدي، يعني احنا بنستهلك طاقات وبنحرق طاقات. فالجهد البدني اساسي لبناء العضلات واساسي لعمل كل الهرمونات وانتظام عمل الهرمونات. الفياجرا تاع الفلاح انه يصحى الصبح ويكون متعرض لأشعة الشمس تقريبا طول فترة اليوم. هذه لحالها اول شيء فيتامين د بشكل مباشر، باخذ اكثر من كميته اليومية المتاحة، بصير في عنده فائض فيتامين د، وفيتامين د رئيسي في عملية افراز وانتاج كل هاي الهرمونات، واولها هرمون التستوستيرون. عدا عن ذلك، الصحي الصبح والتعرض لأشعة الشمس في الفترة الصباحية، الألترا فايلت إذا بتوصل للشبكية في الفترة الصباحية، الشبكية بتعطي الإشارة للساعة البيولوجية في وسط الدماغ، الساعة البيولوجية في وسط الدماغ بتحول هاي الإشارات الكهرومغناطيسية للغدة الصنوبرية، والغدة الصنوبرية حتساعد في إفراز السيروتونين وحتفرز كمان الدوبامين، وحترفع الضغط وحترفع الكوليسترول وحترفع حرق السكر. هذا الفترة الصباحية لأنه بدنا إنتاج للطاقة. فاللي بده يصحينا الصبح، اللي بيصحي الساعة البيولوجية وبيخلينا نقوم ونوقف على إجرينا وناخذ النشاط هذا، هي إشارة بتجينا بأشعة
فوق الالترا فايوليت اللي من الشمس عن طريق العين كموصل لهذه او موصل ومغير من طبيعه الطاقه هذه بتاعت الموجات، موجات الشمس يعني بتغير الطاقه لذبذبات عصبيه، الذبذبات العصبيه بتحدث تغيرات هرمونيه عند وصولها للغده الصنوبريه. هذا بالنسبه للصحي الصبح، وبالنسبه للتعرض لاشعه الشمس هي فيتامين د. طبعا مع كل هالتعب والجهد البدني والعمل المتواصل الجسم بيفرز مواد، هذا ضروري لتحفيز الغدة الصنوبرية، يعني مواد نشعر فيها اللي هي ممثلة في العمليات الحيوية اللي بنعملها، المواد الحرق هذه بتوصل لاستشعارات موجودة في الدماغ. هاي الاستشعارات إذا شعرت إنه الجسم تعبان في هالحالة بتفعل الغدة الصنوبرية. يعني التعب ضروري اني اخلد للنوم بشكل سريع بدون اي قلق وبدون اي مشاكل. اول ما احط راسي على المخدة بحس حالي رحت بسابع نومة، والنوم رئيسي لتقوية القدرة الجنسية والتستوستيرون والمعادلة الهرمونية، وان اصحى الصبح في طاقة وما يكون في عندي خمول، اني انام بدري 8-10 11 الفترة المسائية، هاي فترة النوم، هاي أول مرحلة من النوم. طبعا الفلاح بعد التعب هذا بتلاقيه بعد صلاة العشاء حتى بجوز ينام وهو ماكل شغلة بسيطة، العشرة على الاحداش بتلاقيه حاطط راسه ونايم، اللي هي السايكل تاع النوم. أو أفضل اثنين هم أول ثلاث ساعات. هلا الفترة هذه اللي بمر فيها الواحد مش بس أثناء النوم، ال 24 ساعة تاعتنا الساعة البيولوجية كل ساعة ونص بتتغير، التبديل تاعها كل ساعة ونص سواء كان أثناء النهار أو أثناء فترة الليل. أثناء فترة الليل الساعة ونص هذه فترة السايكل أو البرنامج تاع النوم، كل ساعة ونص بنغير للساعة ونص الثانية، وكل ساعة ونص اللي بتبلش من التسعة ونص واحسبه ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص، هي صار فيها عنا ست ساعات. إذا بنضيف كمان سايكل تاني هي بصير فيها عنا سبع ساعات ونص، يعني هذا الأفريج خمس سايكل للنوم. أول اثنين منهم الساعة تسعة ونص للاتناش يعني من التسعة ونص احسبوها عشرة احداش كمان 12 ل 12 ونص، هاي الفترة اللي بيتم فيها عملية تخزين الذاكرة، عملية إفراز أسرع للميلاتونين بحيث ينزل ذبذبات الدماغ أو موجات الدماغ أو كهرباء الدماغ لا إنها توصل الصفر أو الواحد، إنها تنزل لمستوى أقل. في هاي الحالة بنحصل على فوائد النوم العميق هاد، وفوائد النوم له أربع فوائد فقط تختص فيها الغدة الصنوبرية لأنها بتفرز هاي الهرمونات. أول هرمون بتفرزه هرمون الميلاتونين اللي احنا بنعرف انه هو هرمون بيساعد على تنويم الخلايا عشان نقدر ننام، بس الميلاتونين ما هو أكبر مضاد للأكسدة، بيعمل في فترة الليل على كل خلايا الجسم سواء اللي في الدماغ واللي في جسمنا احنا، وهذا الهرمون بيعمل عملية تنظيف فقط الأكسدة اللي بتصير أثناء النهار، فبيتم عملية تعزيز الميتوخوندريا من في الخلايا، مصادر الطاقة في الخلايا وتنظيفها بسبب الميلاتونين. الميلاتونين يمكن افرازه كمان في الجسم، ميلاتونين مش بس في الدماغ، هذا يفرز عن طريق الأشعة تحت الحمراء مش الفوق بنفسجية للشمس. إذا الأشعة تحت الحمراء اللي هي أشعة الصباح أكثر شيء، أشعة المساء، هاي الأشعة الحمراء اللي هي مش لونها أحمر بس إحنا بنشوف لما نشوف إشارات حمراء أو أشعة حمراء وقت الغروب وقت الصباح، إذا في
بعدها بيجي الانفراريد اللي تحت الحمراء اللي هي غير مرئية. بس هذه الأشعة تحت الحمراء بتدخل للجلد نسبة كمية مسافة اختراقها لحد 6-7 سنتي داخليا. هذه الأشعة قوية في عملية الاختراق لأنها قصيرة، ما بيأثر على عملية الاختراق وجود ملابس، وجود زيوت على الجلد، رطوبة على الجلد، شباك الزجاج، بتخترق كل هاي الموانع، هاي الأشعة الحمراء اللي جاي من الشمس. بس هلا قاعدين بيعملوا زجاج ممتص يمتص هذه الانفراريد، يعني مش هتستفيدوا. هذا الزجاج اللي هو بخفف حرارة البيت وبمنع الأشعة هذه انها تزيد حرارة البيت. يعني احنا بنوفر حرارة في البيت للتبريد، بس بنفس الوقت بنخسر الانفراريد. الالترا فايلت الفوق بنفسجية هاي هيك هيك خسرانينها، يعني مجرد زجاج عادي ما بتخترق الزجاج، ما بتخترق الملابس. اذا كنا واضعين شوية زيوت على الجلد مش هتخترق الجلد، يعني لا حنعمل فيتامين د ولا شيء الا اذا اتواصلنا بشكل مباشر. والنوم لما اذا بدنا نفعل الميلاتونين اكثر، طبعا زي ما في الفترة الصباحية تعرضنا للأشعة البيضاء هذه من أشعة الشمس وهي اللي صحتنا، نفس الشيء إذا بدنا ننام بشكل مريح إذا لازم تكون الغرفة عتمة بدون أي إضاءة، لا نواسة ولا إضاءة مش عارف بيضاء، وخصوصا البيضاء. إضاءة غرفة النوم بتكون أول شيء خافتة جدا حمراء وموجودة على الطاولة مش في سقف الغرفة. سقف الغرفة للأشعة البيضاء، للإضاءة البيضاء، على أساس إنه درجة السقوط تيجي من الأعلى زي الشمس، وإذا درجة السقوط أجت للأشعة من الأعلى بزاوية على الشبكية يعني فبتسقط في منطقة معينة على الشبكية. يعني إذا الأشعة جاي من الأعلى في هالحالة هتسقط على الزاوية السفلية الخلفية، وفي الزاوية السفلية الخلفية بيكون في مستقبلات خاصة في استقبال الألترا فايلت، وخاصة في تفعيل السيروتونين والدوبامين والأدرينالين عن طريق هذه الأشعة. هلا الفترة المسائية الانعكاس بيكون من الشمس مش من الأعلى، الشمس بتكون منبسطة على السطح، فإحنا لما توصل أشعة هذه هتخترق وتنعكس على منطقة تانية في الشبكية مش نفس الزاوية، فهتكون في منطقة الوسط تقريبا لأنه بشكل أفقي. وهذا هو اللي بده يفعل الميلاتونين، يعني درجة سقوط الأشعة، وهذا نفس الشيء بينعكس على الجلد، يعني الزاوية اللي بتسقط فيها الأشعة على الجلد بتأثر على عملية الاختراق. هلا إذا أنا بدي آخذ فيتامين دال وتشمس، في هالحالة لازم أطلع بشكل مباشر وأتعرض لأشعة الشمس، مثلا أعرض ظهري لأشعة الشمس زي ما حكينا بدون لا زيوت ولا يكون في عندي رطوبة ويكون الجلد نظيف. هلا إذا نمت على بطني بالطريقة هاي وأشعة الشمس الساعة 12 بتكون عمودية وبيكون الظل تاعنا اقل من حجم طولنا، في هاي الحالة اختراق هذه الاشعة بيكون بزاوية قائمة، وهي الزاوية القائمة بتأدي لامتصاص 75%، مش كل الاشعة 75% تمتص تخترق وبتوصل لطبقة الجلد السفلى عشان تنتج فيتامين د من هالكوليسترول اللي تحت الطبقة السفلية، وهذا هو حدها. بس بنفس الوقت 25% من هاي الأشعة بتنعكس وأنا بزاوية قائمة. طيب لو كنت بزاوية 45 درجة أو واقف هيك بالطريقة هاي والشمس انعكست أفقيا وأنا واقف، في هاي الحالة اختراق الأشعة هاي بيكون أقل من 25% من نسبة الأشعة اللي جاي. شايفين كديش الزاوية الانعكاس أثرت على عملية اختراق الأشعة
سواء التحت حمراء او الفوق بنفسجية، وكيف هاي الزوايا اثرت على التأثير الهرموني. الزاوية الافقية عملت ميلاتونين وسيروتونين، الزاوية العمودية عملت كورتيزول ورفعت الادرينالين ورفعت السيروتونين، يعني كل هاي الهرمونات التحفيزية ترفع بالشكل من الأشعة العمودية. فإذا بدي أعرض العينين لأشعة بيضاء ساطعة بعد الساعة 9، أنا في هاي الحالة بحرم حالي من أول شيء إني أنام، يعني فيش ميلاتونين مضادات للأكسدة، والغدة الصنوبرية كمان بتفرز هرمون تاني، هرمون مضاد للآلام. ما بنعرف ننام إذا في ألم، إذا لازم أول شيء تفرز الهرمون هذا تخفف الألم وتسكنه، وبعدين بنقدر ننام. وفي هرمون ثالث كمان، هرمون ميلاتونين والسيروتونين ومضاد للألم، والهرمون الثالث اللي تفرز الغدة الصنوبرية اللي هو مساعدتنا على إنه الجهاز العصبي المركزي والفرعي اللي هو متحكم في العضلات يصير في عنا عملية سكون وعدم حركة للعضلات. بس غير هيك طبعا في ناس كتير بتحرك، واحنا بنتقلب في النوم 16 مرة او 20 مرة في الساعة في فترة النوم احنا نايمين، او في فترة 4-5 ساعات نوم، يعني بنضلنا نتقلب لا شعوريا. هلا عملية التقلب هذه بدها قوة عضلية وبدها انقباضات عضلات، يعني لسه الجسم بيكون صاحي على حاله، بس اللي بيبقى تعبان والميلاتونين عنده زائد ونوم عميق مستحيل، يعني التقلب تاعه بيكون خفيف والحركة خفيفة وبيكون شبه شلل تام في حركاته أثناء النوم. اللي نومه خفيف بيبقى هذا الكورتيزول مرتفع عنده وما بيوصل لمراحل النوم العميقة. شكرا لكم. فعليكم في الشكشوكة أول شيء، والإجراءات الثانية هذه بالمعية وكثر الثومة عليها لقلاية البندورة والبصل، ولا مانع إنه يكون بحدها كمان زي ما حكينا الفلفل والبصل الأحمر الفريش اللي هو هيفتح النفس، هيفتح النفس ويعملكم هاي الوجبات. طبعا هي تنظيف للكولون وهي مناسبة للكولون، بس اللي بكل بتعمل غازات فكله هذه غازات صحية اللي بتصير بعد البصل، ونسينا نحكي لكم انه بيكون مع البصل فجل، لازم يكون راس فجل، راس فجل اساسي لتقوية التستوستيرون. فالفجل والبصل والثومة والكركم والفلفل والكيان بيبر وكل هاي المكونات هتعمل غازات، هذه الغازات غازات كبريتية، غازات رائحتها كريهة لما نروح على الحمام. هذه الغازات ضرورية جدا للناس اللي عندهم صعوبة في الإخراج، اللي عندهم إمساك، هذه الغازات بتشكل قوة دفع ودعم وطاقة للكولون اللي هو بيشتغل طول الوقت بحركات لولبية حلزونية انه يخرج هالاكل او المهضوم طبعا واللي ممتص منه المياه، بس ما بيكون في عندنا طاقة كافية. فاحنا عن طريق الشغلات اللي فيها غازات هذه بناخذ طاقة دفع وقوة دفع وتنشيط لحركة الكولون وحركة الأمعاء بحيث إنه تسهل عملية الإخراج وتعمل عملية ديتوكس كامل من هالغازات السامة للبكتيريا السيئة اللي موجودة في الكولون. وبالنسبة للريحة بعينكم الله في الحمام، افتحوا الشبابيك وتحملونا هاليومين ثلاثة، لأن هاي من الأعراض الجانبية للديتوكس اللي قاعدين بنسويه عن طريق اكل كل الشغلات القويه. ولسه كمان من الاعراض الجانبيه حيصير في عندنا ممكن يتغير لون البول، حيصير في عندنا ممكن رغوه في البول، او يصير في عندنا شويه حركه، هي اعراض جانبيه بعد ما نعمل اي ديتوكس او ناخذ ماكولات قويه زي البصل والثوم والفجل. وشو حيصير كمان؟ حنتعرق كثير، والعرق تاعنا ممكن يكون روائح ما مش كويسه،
وهي النتيجة كمان عادية لأنه بطرد فيها السموم وبشيلها من جسمي إنه أتعرق. وكمان من الأعراض الجانبية إنه درجة حرارتي ترتفع وأشعر بالعطش طول الوقت، أصير أشرب مية. هذا من الأعراض العادية مش الجانبية لأنه ناكل أكل زي هيك. فأنتوا في السليم، أنتوا قاعدين تعملوا ديتوكس في هاي الحالة، ما مش شغلة سيئة، وهذا حيريحكم على الأمد البعيد. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود السوس، علاجات طبيعية وتأهيلية. السلام عليكم.